خلاص كله بيخطط، كله بيتكتك، كله بيرسم السيناريو بتاعه وتخيله لاحداث المباراه. القمه 123 مباراه خاصه بين كارتيرون وموسيماني على الخطوط. ليله واحده خلاص على مباراه القمه بين الزمالك والاهلي، واللي الكل بينتظرها زي ما قلنا امبارح باجواء مختلفه، اجواء كلنا اشتقنا ليها. لكن الناحيه الثانيه في مباراه خاصه هتكون بين كارتيرون صاحب الملعب في مباراه الجمعه وموسيماني اللي ممكن نقول انه دايما بيبقى حظه حلو قدام نادي الزمالك. المدربين الاثنين كل واحد فيهم دلوقتي بيرسم السيناريو بتاعه وبيحط تصوره النهائي، وكل واحد فيهم بيحاول يقرا فكر التاني. يا ترى يا باتريس هتلعب بزيزو بن شرقي واوباما والجزيري، ولا امام ومصطفى فتحي وعمر السعيد؟ الناحيه الثانيه بيقولوا يا ترى يا بيتسو هتلعب بقفشه ولا الشحات ولا تاو ولا مكسيوني ولا شريف ولا طاهر ولا مين ولا مين ولا مين؟ كل واحد في الاثنين عنده اسلحته اللي عايز يفاجئ بيها التاني، بس من الواضح قدامنا كلنا ان الفرقتين بقوا كتاب مفتوح لبعض، لكن كل واحد فيهم في دماغه حاجه عايز يعملها. خلينا نصبر كام ساعة وهنشوف كل واحد فيهم هيعمل ايه. وعلى رأي معلقنا الكبير عمنا ميمي الشربيني زي ما كان بيقول للعظيم محمود الجوهري، يا ترى جعبتك النهاردة مخبية ايه يا محمود يا جوهري؟ احنا كمان هنقول يا ترى يوم الجمعة جعبتكم النهاردة هيكون فيها ايه يا باتريس ويا بيتسو.